مساهمة جميع دول العالم العربي لتجاوز المقاربات التقليدية ورسم معالم مستقبل أفضل للشعوب العربية، ذلك ما تعمل عليه قمة الجزائر. نعول كثيرا على مساهمة الجميع في قمة الجزائر لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر ويمكننا بصفة جماعية من رسم معاليم مستقبل أفضل لشعوبنا ولدولنا. اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب فرصة دعت فيها الجزائر جميع الدول العربية للعمل سويا لإنجاح قمة لم الشمل. نأمل أن يكون بمقدورنا العمل جميعا لبناء توافق أوسع يسمح باللم الشمل جميع الدول العربية وتوحيد صفها وجهودها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها منطقتنا العربية والتي جعلت منها ساحة صراعات بين عديد القوى الأجنبية. من جهته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلع الجميع لأن تكون القمة العربية بالجزائر علامة فارقة في تنشيط العمل العربي المشترك، محذرا من خطورة تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتطلع جميعا إلى أن تكون هذه القمة علامة فارقة على تنشيط العمل العربي المشترك وتجديد دمائه وتعزيز فعالياته. إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار، غير عابئ بأن سياسات العنف والقمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو وتقود الأساس الذي يمكن أن ينهض عليه حل الدولتين في المستقبل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية. ولا شك أن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخرا يمثل خطوة على الطريق الصحيح. اجتماع وزراء الخارجية أهم محطة تسبق لقاء القادة العرب، محطة أكدت فيها الجزائر طموحها للم شمل الدول العربية وتوحيد صفوفها.